بعد تعثره بالمباراة الافتتاحية أمام السعودية بالتعادل. دخل منتخبنا الوطني للشباب إلى لقائه أمام الكويت ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب للشباب، وهو يبحث عن تحقيق المأمول أمام الأزرق الكويتي. ومنذ الدقائق الثلاث الأولى سرع منتخب الشباب التقدم إلى منطقة العمليات الكويتية بزيارات متعددة ولكن بدون جدوى. الرد الكويتي المتواضع أعطى منتخبنا السيطرة على الأحداث عن طريق إحسان حداد والعيساوي اللذان شكلا خطورة على الشباك الكويتية. غياب اللمسة الأخيرة وعدم التركيز أجبرت منتخبنا على التأخر بهدف من ركلة جزاء تسبب فيها البديل ليث بشتاوي الذي لم يلعب سوى 5 دقائق ليطرد بعدها متسببا بزعزعة صفوف المنتخب. ركلة جزاء الكويتية بالدقيقة 38 تصدى لها بني عطية ليتابع محمد البدالي مسجلا هدف الكويت الوحيد في اللقاء. وفي رد سريع من منتخبنا وبنسق عال عادت السيطرة قبل نهاية الشوط الأول ليسدد العيساوي كرة ليبعدها الدفاع الكويتي بيده، لكن حكم اللقاء البحريني لم يحتسب ركلة جزاء لمنتخبنا واضحة. ومع أحداث الشوط الثاني دخل الأزرق الكويتي متسلحا بالهدف ليغلق المنطقة الخلفية بإحكام ليمنع وصول الكرات الأردنية التي حاولت الوصول بشكل واثق وبأداء رائع مع غياب النتيجة. الأخطاء التحكيمية التي كانت إحدى معكرات صفو اللقاء التي خلقت توتر في الجهاز الفني لمنتخبنا الشاب والذي استنفذ كل الأوراق الفنية والتي لم تصفر إلا عن تهديدات أردنية. الشباب عدوا مباراة التزام تكتيكي كان، والحمد لله الله وفقنا وضيعنا عدة فرص بس قدرنا نلتزم التزام تكتيكي لأن منتخب الأردن منتخب عالي مستواه. تمام. نعم. أول شيء الحمد لله على الفوز، والله صدق إن عندنا ظروف شوي يعني اللياقة منخفضة شوي، طلعنا معسكر ما لعبنا ولا مباراة ودية، أول مباراة لعبناها هني ضد السودان، شفتنا كنا بالشوط الأول زينين ضد السودان، الشوط الثاني طاحت اللياقة وصلحنا الأخطاء إن شاء الله. وفزنا اليوم. كابتن جمال، تعادل وخسارة أجبرت منتخبنا على تذيل المجموعة الأولى وأحبطت شبابنا الذين صاموا مبكرا عن التصريح. ولننتقل إلى المؤتمر الصحفي الذي كان يغلفه الحذر والوداع بطريقة لائقة لأصحاب الأرض. يوسف المستنجي لتلفزيون رؤيا.